فالتفت عن يمينه فرأى رجلا فقال أتراه لو عاد إلى الدنيا أو رجع إلى الدنيا أتراه ماذا يفعل؟ فقال يستغفر ويصلي ويعبد الله ويفعل ما يقربه من الله جل في علاه. فقال له الحسن البصري لقد فاتته فلا تفوتك أنت، لقد فاتته فلا تفوتك أنت، ملك الموت تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، ملك الموت سيأتيك في يوم من الأيام وسيأخذ هذه الروح كما أخذها من هذا العم المبارك الذي أسأل الله أن يرحمه برحمته. لذلك أحبتي في الله، الموت كلنا يكره الموت، لكن العبرة هي ما بعد الموت. ذكر وقيل وسئل أحد السلف لماذا نكره الموت، لماذا نكره الموت فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فتكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. هكذا حالنا أيها الإخوة الأحباب، حقيقة مرة أننا نحن عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنخاف من الموت، وإلا لو كنا مؤمنين حقا وصدقا، لو كنا نتقي الله كما يريد الله جل في علاه، لقلنا مرحبا بالموت كما كان السلف الأخيار الأطهار حينما يأتيهم ملك الموت كان يقول مرحبا بوجوه ليست بوجوه إنس ولا جن. إذن ملائكة الرحمة ملائكة تبشرهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا يجب عليك أيها المؤمن أن تعمل جاهدا في هذه الدنيا، أن تعيش على لا إله إلا الله، أن تجعل حياتك كلها مع الله، حتى إذا جاءك ملك الموت ليقبض هذه الروح يقبضها وأنت تردد من كليتك ومن قلبك ومن كيانك لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي أعظم كلمة في الوجود، من أجلها خلق الله جل في علاه جميع الخلائق لتسجد له وحده لا شريك له. لذلك أيها الإخوة الأحباب، الموت بحد ذاته موعظة، لكننا لقسوة قلوبنا نحتاج من حين إلى آخر أن نذكر بعضنا بعضا بالموت، فكلنا سينزل إلى هذه الحفرة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا القبر هو صندوق عملك، هذا القبر هو أول منزل من منازل الآخرة. من نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. لذلك فلنتعظ أيها الإخوة الأحباب، كل أسبوع بل نكاد كل يوم نشيع رجل أو امرأة أو شاب أو صغير أو كبير، فسيأتيك اللحظة الذي ستشيع مثل ما شيع. لذلك لمثل هذا فأعدوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. جاء رجل وقد قسى قلبه وقد تربعت الدنيا على قلبه، جاء إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه، أراد أن يكتب له الإمام عقد شراء دار. هذا الرجل اشترى دار، فأراد أن يكتب هذا العقد من؟ الإمام علي. فجاء إلى الإمام فقال يا إمام أريدك أن تكتب لي عقد شراء الدار. فنظر إليه الإمام علي نظرة المتبصر، نظرة الذكي، فوجد أن هذا الرجل قد تربعت الدنيا على قلبه وأنسته آخرته، فأخذ القلم وقال اشترى ميت من ميت دارا في سكة الغافلين ودنيا اللاهين لها أربعة حدود. احفظوا هذه الحدود، لها أربعة حدود. الحد الأول الموت، الحد الثاني القبر، الحد الثالث الحساب، الحد الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار كما قدر الملك القهار سبحانه وتعالى. فقال ذلك الرجل جئتك يا إمام أن تكتب لي عقد شراء دار، فكتبت لي عقد شراء مقبرة إني تصدقت بها لوجه الله جل في علاه.
لذلك أخي الحبيب دنياك ساعات صراع الزوال بسرعة تزول، دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل. فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ تزود من حياتك للمعادي وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركنن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم افتح السماء لروحه.